يا اهلا وسهلا. وبتحفظي عربي تمام؟ تمام يعني تمام. طيب معلوماتك في القرآن الكريم كويسة؟ كم عدد حملة العرش المذكورين في القرآن الكريم؟ شو بعرفني؟ حملة العرش سبع. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كم؟ ثمانية. ثمانية. أحسنتي. طيب هذه جائزة من البيت السوري وتشرفنا بكم. جزاك الله خيرا. أنتم السلام عليكم. شكرا. رمضان كريم. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. في عندي مسابقة رمضان بتشاركوا فيها؟ أرقام؟ مسابقة رمضان. والله أسئلة دينية خفيفة هيك يعني كثير سهلة. والله يا أخي نحن مستعجلين. ثلاث ثواني مو ثلاث دقايق. جاوب وخذ جائزتك وامشي. ايه ما كم عدد حملت عرش الرحمن؟ عرش معلومني. حملت العرش؟ حملت العرش كم واحد؟ والله بعدين خل محمود يدق. ثمانية. احسنت. كنت بتعرف المعلومه ان شاء الله. مبروك. هيو هي الهديه مقدمه من البيت السوري بقيمه 15%. ان شاء الله الف مبروك. رمضان مبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. في عندي مسابقة رمضان بتشاركوا فيها؟ سؤال هيك على الماشي على السريع. ايش رأيك؟ يلا. على التيك توك نحن ماشي؟ خيو معلوماتك بالقرآن كويسة اللي بالحديث اللي بايش هيك بتحس حالك موجود؟ مجاوب أنا وياك؟ ما في مشكلة، اثنين بس تربحوا جائزة واحدة. ما في. خيو كم عدد حملت عرش الرحمن؟ سنت. اسم الكريم؟ شادي وشاع. لك هزيدي على راسي. وهي هديتك مقدمة من البيت السوري. إن شاء الله ألف مبروك. رمضان مبارك عليك. بدك تجاوب أنت كمان؟ تسألك سؤال تاني. كم سنة بقي ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 24. كترت واحد. 23 سنة. 23. أحسنت. وهي هدية كمان مقدمة من البيت السوري. إن شاء الله ألف مبروك. رمضان مبارك علينا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. في مسابقة رمضان تشاركوا فيها؟ أسئلة سهلة ها؟ إيش رأيك؟ أسئلة سهلة. يلا بسم الله. أسئلة عن رمضان. كم سنة بقي ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 22 سنة. 22 23 24. كم؟ 22. قلت أخذ خطأ. بابا عندك 23 جابة نهائية؟ إن شاء الله. أحسنت. 23 سنة بقي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. هاي هديتك مقدمة البيت السوري. إن شاء الله ألف مبروك ورمضان مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم. هلا صورتني لسه ما صورتك. لا صورها؟ لا ما بدك اصورها؟ لا عادي واجي. خليك بالحفلة. اربحك هلا؟ هدية مقدمة من بيت السوري. ها شو هي ربح؟ شو تربح؟ بنربح من هون 15% تخفيضات. ما نشوف شي يسمي الموت. طيب بتقى صورك؟ لا اعطيك 15%. بسألك سؤال جاوبني عليه. انت معلوماتك كويسة. ايه والله انا جاهل مالي دارس الصف الاول. اللهم صلي على النبي. اسئلة معروفة. والله انا صرت اعيده 10 مرات امس. سيد ايش اسمه ابو لسيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليسه ابو طالب. هاي ربحت. ابو طالب ابوه مو عمه؟ ابن قاسم. محمد ابن راشد. بس هلا ايه صعي جده. محمد ابن خالته. ابن اعطينا نشوف ابن لك يا اخي. ابن خالته محمد ابن عبد الله. عبد الله ابو سيدنا النبي. عبد الله جده عبد الطالب. ابو طالب جده ابو طالب ولا عبد المطلب؟ عبد المطلب. وعمه ابو طالب. سالنا على العرس. تفضل. مبروك خيو ربحوا. الله يرزقك. السلام عليكم. على راسي. الله يخليك.
السلام عليكم يا شباب. سلام. في عندنا مسابقة رمضان تشاركوا فيها؟ تفضل. تشاركوا في مسابقة رمضان؟ تفضل شباب. مين بيجاوب أول شيء؟ خلي الأخ. أنت شلون معلوماتك كويسة؟ يعني ماشي. بسم الله خليك وقتك، ثبت حالك ثبت. شو تيك توك؟ خيو، إيه تيك توك هي. خيو، كم عدد سور القرآن الكريم؟ بعطي... أحسنت. هو اللي بربح الجائزة الشاب. وإيش اسمك كريم؟ حسن. حسن، أهلين يا حسن. الله يرضى عن سيدنا الحسن. وهي جائزتك بقيمة 15% من البيت السوري، إن شاء الله ألف مبروك. الله يسلمك. تصرفوها بالهنا. السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية، الله يتقبل. أحسن. صايم الحمد لله بس. لأنك صايم بدي أربحك يعني. ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبوه لسيدنا محمد. اسمه محمد ابن؟ أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام وليس عمه. محمد ابن؟ والله معلوماته ضعيفة يا جماعة. أبوه للنبي هذا؟ بدي أقول لكم اسمكم على راسي والنعم منكم كلياتكم. سعاد خوش، سعاد خوش. هيو محمد ابن عبد الله. بس انكم صايمين راح اربحكم الجائزه. محمد ابن عبد الله. تفضل. هاي جائزتك 15% صحه وعافيه ان شاء الله. والله يتقبل احنا شباب، الله يعطيكم العافيه حبيباتنا. السلام عليكم. في عنا مسابقه رمضان تشاركوا فيها يا شباب؟ اسئله سهله. ها شارك. اسئله سهله. خيو، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أطول سورة البقرة. أحسن. شيء قد سهلة. للربح للشاب صايم إن شاء الله. الله يتقبل. تفضل يا حبيبي، هي هدية من البيت السوري إن شاء الله. مبروك، رمضان مبارك. الله يتقبل فيكم يا شباب، الله ينور قلبكم. السلام عليكم يا شباب. عندنا مسابقة رمضان بتشاركوا فيها؟ أسئلتكم يعني بتخافوا من الأسئلة؟ لا أسئلة صعبة. سهلة. سهلة كثير. أسهل من ما تتصور. ايش رايكم صايمين اول شيء؟ صايمين الحمد لله. الحمد لله صايمين. ما اسم والد النبي عليه الصلاه والسلام؟ محمد ابن محمد ابن سيدنا محمد. ايش اسمه ابوه؟ سيدنا محمد يا جماعه. عبد المطلب. جده عبد المطلب، عفوا. عمه ابو طالب. وابوه عبد الله. احسنت. هو محمد بن عبد الله. ايش بكم يا شباب؟ تذكروها، هي لا تنسوها، هي هديه من بيت السوري يا حبيبي. تسلموا. صحه والف هنا ان شاء الله. محمد ابن عبد الله، تذكروها لا تنسوها. السلام عليكم، رمضان مبارك. السلام عليكم. في عندنا جائزه رمضان تشاركوا معنا مسابقه. في مسابقه؟ مسابقه رمضان، مسابقه دينيه، سؤال وجواب. طيب شارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ الكوثر. أحسنت. شوف شو ليش خواتيني شوفكم يا شباب. بتربح معنا جائزة من البيت السوري مقدمة. إن شاء الله ألف مبروك ورمضان مبارك علينا وعليك. علينا جميعا يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عربي. عندي مسابقة رمضان. والله بصراحة ما عندي وقت. عم استنى واحد. هي معلومة سريعة بس أعطيك إياها ونحن واقفين مع بعض. إيه؟ كم عدد حملت عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ؟ ثمانية. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. اسمك كريم؟ عبد الجليل. على الرأسي. تفضل يا أخي، هاي هدية من البيت السوري مقدمة بقيمة 15% إن شاء الله. الله يبارك فيك. بسألك الدعاء والله يتقبل. رمضان مبارك يا أخي. السلام عليكم. اسمك؟ حسام. أهلين يا حسام. يا حسام، كم عدد آيات سورة الكوثر؟ عدد آيات سورة الكوثر تقريبا. اقرأ حفظانا. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إنا جانب أولئك. يعني كم آية؟ ثلاثة. أحسنت. وهي جائزتك من البيت السوري بقيمة 15% إن شاء الله. ألف مبروك، رمضان مبارك عليك يا حبيبي. الله يبارك. البيت السوري هنا. تذكرتك العافية. الله يسلمك. السلام عليكم.
كم عدد آيات سورة الكوثر؟ حفظان سورة الكوثر؟ طب ايش حفظان؟ قال لي ايش في شغلة حفظانة درب؟ الحمد وكل الله والله واحد. قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله واحد. الله وسلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. والنعم منك ومن كل الكراد الطيبين. الله يديمك. الله محييك وتفضل يا حبيبي. سلام. ان شاء الله الله يرزقك. والله صورتني هيك بزمله لسه يا عم. اصور لك. لا لا ما عاد شاوبك لانه بدي. لا ما عاد شاوب. احنا على البركه يا عم. برا الفاتحه. يلا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله العظيم. امين. تقبل الله منا. فكر ثاني. خلص على النور. الله يسلمكم يا رب. السلام عليكم. شكرا بخير. الله يكرمك.